أهلا بكم. اتفاق جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأمس ينص على الخصوص على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع. ممثل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية اعتبروا أن هذا الاتفاق الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية. سميرة أسبان. اتفاق لتحسين الوضع المالي لرجال ونساء التعليم يتمخض عن جولة من اللقاءات بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية. الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع موظفي القطاع وإعادة النظر في بعض التعويضات من أبرز محاور هذا الاتفاق. الاتفاق اللي تم توقيع ديالو تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة هو تيحل واحد العدد ديال المشاكل فيما يخص لا زيادة في الأجور اللي هي تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة الأجور لكل موظفين ديال القطاع. وفي نفس الوقت كانت أيضا واحد العدد ديال الملفات فئوية اللي هي كانت مطروحة لعدة سنوات واللي تم الحل ديالها ووضع حلول ديالها. هذه محطة جد مهمة لأن غتساعد أولا باش تخلق واحد الجو داخل إيجابي داخل القطاع، ونتمنى غتساعد أيضا باش الاستئناف الدراسة ديال التلاميذ واستجابة مع أيضا انتظارات ديال الأسر وضمانا للزمن المدرسي ديال التلاميذ. من بين مخرجات هذا الاتفاق أيضا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، مع تحديد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم. كاين مجموعة من اتفاقات اللي مرتبطة بعدد من الملفات الفئوية، يمكنني أن أذكر البعض ديالها، وهو أنه تعويض لأساتذة السلك الثاني بقدر ديالو 500 درهم، تعويض آخر بالنسبة للفئة اللي هي مهمة في القطاع وهي ديال المساعدين الإداريين والتقنيين 500 درهم، أيضا بالنسبة للناس اللي وصلوا خارج السلم في الدرجة 5 عندهم 1000 درهم، بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية المتصرفين التربويين عندهم أيضا تعويض ديال 500 درهم، بالإضافة إلى الزيادة المباشرة عبر الملفات الفئوية لتتضمن مقتضيات وانعكاس مالي تهم الرتب وأيضا تهم المسارات المهنية التي ستمكنهم من تحسين دخلهم عبر الزيادة المباشرة عن طريق الترقية بالاختيار أو حلحلة مجموعة من الملفات. في الجانب المتعلق بالأثر المالي اللي كاين فيه مكتسبات نساء ورجال التعليم على مستوى الزياده في الاجور وكذلك بعض الملفات الفئويه، كنعتبروا بان هذه خطوه مهمه في انتظار الشوط الثاني من هذا النقاش اللي غيتم مع كذلك اللجنه الوزاريه حول باقي المضامين ديال النظام الاساسي. هادشي خصو يتم طبعا في اجواء ايجابيه وفي روح ايجابيه، لا على مستوى الحوار ولكن كذلك على مستوى الساحه، بحيث انه اليوم يجب ان تعود الحياه الى مدارسنا العموميه. استطعنا ان نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع الوفد الحكومي ككل تحت رئاسة السيد بن موسى، وخمسة أيام من النقاش المتواصل مع السي فوزي القجع اللي استطعنا من خلالها تدليل كافة الصعوبات وخاصة الانعكاس المالي للمطالب المزمنة للنساء ورجال التعليم. فاستطعنا التوصل أولا إلى حل الملفات العالقة والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات. باب المفاوضات لا زال مفتوحا، جولة أخرى من اللقاءات من المنتظر أن تجريها الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم لمناقشة باقي النقاط التي ليس لها أثر مالي والمرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، محطة يراهن عليها للاستجابة أيضا لتطلعات أولياء التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي.
ولمناقشة مخرجات الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات التعليمية نرحب بضيوفنا الكرام هنا في بلاتو الرئيسية. محمد نويغا نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مرحبا بكم. شكرا سيد نويغا. كما أرحب بسيد محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أهلا بكم سيد الدرويش. ومن طنجة نرحب بضيفنا السيد محمد العمراني بخفزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي، مرحبا بكم سيد محمد العمراني بخفزة. مرحبا بكم. إذن نستهل حوارنا معكم أستاذ محمد نويغا. اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والمركزيات النقابية، بأية رهانات وإلى أي حد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وللملفات الجوهرية المطروحة؟ شكرا على الاستضافة. اتفاق الأمس هو نعتبره في الحركة النقابية وفي منظمتنا النقابة الوطنية للتعليم اتفاقا تاريخيا، لأنه جاء بعدة مكاسب جد مهمة للشغيلة التعليمية، والهدف طبعا هو عودة الحياة المدرسية إلى الفصول الدراسية وعودة التلاميذ إلى أقسامهم بعد الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية احتجاجا على أوضاعها المهنية والاجتماعية الصعبة. نعم. بالنسبة لكم سيد درويش، كيف قرأتم مضمون اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والمركزيات والنقابة التعليمية؟ ما الجديد الذي يحمله هذا الاتفاق؟ وإلى أي حد من شأنه أن يساهم في عودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية بالمدرسة العمومية؟ طيب، أولا ليس لنا إلا أن ننوه بهذا الاتفاق غير المسبوق في تاريخ البارب التربوي، بحيث عاشرنا مجموعة من الحكومات وواكبنا مجموعة من الحوارات بين النقابات التعليمية في منظومة التعليم التربية والتكوين بكل مستوياتها، ولم نقف على هذا يعني هذا الحوار، هذا الاتفاق الذي يعني جاء بكثير من الإيجابيات وحلحل مجموعة من الملفات حسب تتبعنا التي عمرت لسنوات 15 سنة و 13 سنة و 14 سنة. هذا أمر أول. الأمر الثاني، أعتقد أن من غرائب هذه الحكومة أو من الأمور التي تطرح أكثر من سؤال، أن الحكومة خصصت 9.55 مليار لنظام أساسي لإصلاح المنظومة، فاحتج الأساتذة بكل مكوناتهم، ثم خصصت تقريبا 10 مليار درهم وقوبل بالرفض من قبل التنسيقيات ونقابة واحدة. هذا أمر يطرح أكثر من سؤال ويجعلنا نبحث عن أين الخلل. نعتقد في المرصد الوطني منظومة التربية والتكوين أن ثم تخللا في أولا في التواصل، لا من قبل النقابات التعليمية ولا من قبل الأطراف الحكومية المعنية. هناك عمل جيد وجدي لكن وبنتائج جيدة على تنعكس على أسرة التربية والتكوين في بمختلف ملفات، علما أن من منطلق تجربة النقابية، وأنا كاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم علي السابق قبلا، النقابة هي الحوار هو أخذ وعطاء، هو تنازل من الجهتين. هذا أمر مع كل أسف لم نلحظه في تجاوب، في عدم التجاوب التنسيقيات، وهي التي شلت المدرسة العمومية، وهي التي بفضلها، وهذا أمر نقوله جهرا، يعني التنسيقيات كان لها دور أساس في أن تحقق النقابات التعليمية مفاوضة اللجنة الحكومية، ما تحقق بالأمس في شطر أول. ما زال هناك الشوط الثاني وهو المتعلق بمراجعة مجموعة من مواد النظام الأساسي. أتوجه اللحظة صوب ضيفنا من مدينة طنجة أستاذ العمراني بخفزة. تابعتم سياق ومآلة الحوار بين الحكومة والنقابات في سياق ما بعد تجميد النظام الأساسي، والأكيد اطلعتم على مضمون الاتفاق
الجديد. اتفاق يوم أمس أبرزها كان إقرار زيادة عامة في أجور نساء ورجال التعليم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين. معالجة بعض الملفات الفئوية المتعلقة بأسرة التعليم وغيرها. يعني هل بدأ قطار الحوار وحل الملف يعود لسكته الصحيحة بين الحكومة والنقابات أستاذ بوخبزة؟ بالفعل كما قال أستاذ درويش أن الأمر يتعلق بإنجاز ربما غير مسبوق، وهذا يبين بأن هناك رغبة لدى الطرفين على الدفع بالإصلاحات أو أوراش الإصلاح في مجال التربية والتكوين للأمام، لأن التكلفة المالية هي ليست تكلفة عادية، هي تكلفة كبيرة جدا في سياق ربما الكل يعلم أنه سياق صعب بالنسبة للميزانية العامة للدولة، لكن رغم ذلك نلاحظ أن الحكومة بذلت مجهود ربما قد يكون له تبعات فيما بعد، لأن يجب أن نناقش من أين ستأتي الحكومة بهذه الاعتمادات المالية، ولكن ليس هو مجال نقاشنا الآن، ولكن نقول بأن الحكومة أبانت صراحة عن رغبة في المضي قدما في برامجها الإصلاحية. ثم بالمقابل هناك نقابة كذلك في الجانب الآخر التي اشتغلت بروح إيجابية، لأن تتبعنا صريحات مسؤولين النقابين الذين شاركوا في هذه الحوارات الماراثونية أنهم كانوا دائما يتحدثون عن الروح الإيجابية التي تطبع الحوار، وهذا يعني أن الطرفين لهما رغبة وإرادة في طي هذه المرحلة والانتقال للمرحلة الموالية، خاصة في الشق الثاني المتعلق بالنظام الأساسي. ولكن ربما أن هناك نقاط يجب أن نقف عندها. الآن نحن أمام خلل يجب إصلاحه وعطب كبير جدا، لأن لا يمكن أن نقفز عن النقابات، لأن النقابات إذا كان سيتم الاستغناء عنها كمحاور الآن فيجب أن نستغني عنها كذلك في الحوار الاجتماعي المؤسساتي، لأن في المغرب من أهم الإنجازات الاجتماعية التي تحققت هو أنه تمت مؤسسة الحوار الاجتماعي، ونلحظ أن هذا الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا مع النقابات. فإذا كان هناك خلل على مستوى تبني النقابات لملفات مطلبية فئوية فهذا الأمر يجب أن يعالج، لأن حتى بالنسبة لنا في قطاع التعليم العالي ربما السي درويش مر بهذه التجربة، كانت لدينا تجربة مع وجود التنسيقية، ولكن استطاعت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن تتبنى مطالب هذه الفئة، وبالتالي ظلت النقابة هي المحاور الأساسي لأنها هي المخولة دستوريا لأن تكون المخاطب وتحل أو تتبنى الملفات المطلبية. إذن ربما الآن لا يمكن أن نلوم في هذه اللحظة النقابات لأنها منهمكة على الدفاع عن المطالب المشروعة، نعتبرها مشروعة خاصة على مستوى الزيادة في الأجور والتعويضات التي يستحقها صراحة يستحقها رجال ونساء التعليم، لأن لمدة طويلة لم يكن هناك زيادة، وأن السياق الموسوم بالتضخم يتطلب المحافظة على القدرة الشرائية لهذه الشريحة الهامة، وخاصة أن نحن نطالب بأن تكون كرامة الأستاذ والأستاذة أنها مصانة، فلذلك أن الآن يجب صراحة يجب الالتفاف حول النقابات ودعمها في المحطة الثانية الموالية هي محطة الحوار حول النظام الأساسي. لماذا؟ لأن إذا دخلت النقابات في المحطة المقبلة وهي غير مدعومة بقواعدها المتمثلة في الشغيلة التعليمية فهذا لن يجعلها في موقع يمكن معه تحقيق مطالب الشغيلة، وخاصة ونحن نعلم أن هناك رهان كبير جدا على هذا النظام الأساسي، لأن من دون شك أنه نص له قيمته له أهميته، انتظره الجسم التعليمي والتربوي في المغرب كثيرا لأنه في إجابات حول الكثير من الملفات، وخاصة فيما يتعلق توحيد وضعية وإطارات الموارد البشرية المشتغلة في هذا المجال. لذلك نعتبر أن هذه المحطة هي تحول نوعي في الحوار الاجتماعي في المغرب، لأنه أبان عن
إمكانية تحقيق مكاسب من خلال الحوار، وأن عبر الحوار يمكن أن نحقق شيء كثير، ولكن يجب أن لا تكون التكلفة كبيرة، لأن للأسف الشديد الآن تكلفة الإضرابات هي أعلى بكثير مما يمكن أن يتصوره كل عاقل، لأن الهدر الزمن المدرسي ونحن في أمس الحاجة، لأن للأسف الشديد أن هذه الإضرابات جاءت في لحظة خاصة. نعم أستاذ، بس الحاجة للزمن المدرسي. نعم سنواصل بعد قليل أستاذ محمد العمران أبو خوزة، إذن كذلك سنعود لضيفينا الكريمين هنا بالبلاتو الرئيسية. ومخرجات اتفاق الأمس بين الحكومة والنقابات التعليمية كان اليوم في صلب نقاشات الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. التفاصيل مع رشيد يكن والعربي النهيري. خلال هذه الجلسة بسط السيد شكيب بن موسى كل مخرجات اتفاق أمس بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيليا في قطاع التعليم، واعتبر أن هذا الاتفاق يمثل محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع وتمكين التلاميذ من استئناف الدراسة استجابة لانتظارات الأسر. أود الإشارة إلى الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد، كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، كما أن هذا النفس الجديد للحوار القطاعي هو تعبير من الوزارة والحكومة على حرصهما الشديد على صون الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ. تعقيبات البرلمانيين على مخرجات الاتفاق مع النقابات التعليمية اعتبرت الخطوة إيجابية من حيث المنهجية والتجاوب مع المطالب، لا سيما وأن الاتفاق عالج مجموعة من الملفات الفئوية في شقها المالي في انتظار التطرق إلى النقاط الأخرى المرتبطة بالمهام والسيرورة المهنية لرجال ونساء التعليم. ما زال النقاش مطروح حول النظام الأساسي الذي تم تجميده في أفق التجويد، إذن الحوار ينبغي أن يكون مستمرا. صحيح هو خطاب مؤسساتي وهذه أكبر ضمانة نحو التجويد، نسير نحو بناء نظام أساسي يرسخ ثقافة تحقيق لرجل التعليم والإنصاف للتلميذ وللمدرسة العمومية. تنظن بأنه اليوم يمكن الأساتذة يرجعوا للأقسام ديالهم، ولكن دائما باب ديال الوزارة مفتوح، الحوار مفتوح، يمكن تجويد مجموعة من الأمور، ولكن اليوم تنظن بأنه لا داعي لتأخير ولتدارك ما ضاع. الجلسة تم التأكيد فيها على أن الاتفاق يشكل خطوة إيجابية ومهمة لتجاوز الاحتقان الذي عرفه القطاع في انتظار الشوط الثاني من هذا الحوار الذي سيتطرق إلى باقي النقاط العالقة. الحكومة كذلك يجب عليها أن تستجيب وأن تؤتفي بجميع وعودها التي قطعتها مع النقابات التعليمية، ثم كذلك أن إعادة النظر في النظام الأساسي ستكون يعني بشكل عقلاني، بشكل يراعي أولا هذا التوجه ديال الحوار. اللي كنأكد عليه هو أن الأستاذ راه لم يتوقف هذه المدة كلها للزيادة المادية، راه كاين جزء آخر كيشمل الجانب الاعتباري ديال الأستاذ، والحكومة راه خصها تزيد، باقي الحوار باقي خصها تمشي فيه وخصها تهضر مع ايضا التنسيقيات، راه لا ما فيها حتى شي حاجه الا هضرت مع التنسيقيات باش هذا الموضوع نسدو. حنا بغينا الوليدات يدخلوا للمدرسه. الجلسة تم التأكيد فيها على أن الاتفاق يعطي شحنة ثقة للاستجابة للمطالب المطروحة للأسرة التعليمية، وهو خطوة إيجابية لمواصلة الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي خلال الجولة المقبلة. إذن أستاذ نويقة، اتفاقكم كمركزيات نقابية تعليمية أكثر تمثيلية مع الحكومة خلف بعض ردود الفعل الرافضة لمضمون هذا الاتفاق، وهنا يطرح السؤال يعني عن دوركم كنقابات في الحوار وفي التواصل مع الشغيلة التعليمية، ومدى قدرتكم على إقناع رجال ونساء التعليم بجدوى العودة إلى حجرات الدرس؟ أعتقد أن الاتفاق الأمس كان متقدما، وأعود لأقول أنه كان تاريخيا بالنظر لحجم المكتسبات التي جاء بها خاصة في الشق المالي. هناك زيادة في الأجر مهمة لأغلب الفئات التعليمية، وهناك حل للملفات العالقة الفئوية، وفي مرحلة مقبلة ابتداء من الخميس المقبل سندخل في تعديل مواد النظام الأساسي.
أعتقد أن كل هذه الأمور ستؤدي بنا إلى العودة عودة الأساتذة للفصول الدراسية. لماذا؟ لأننا هذا قطاع طلائعي في المجتمع، أدى أدوار جد مهمة، نساء ورجال التعليم لهم من الحكمة والنباهة والذكاء ما يكفي لأنهم يعودوا للفصول الدراسية من بعد ما يشوفوا هذا العدد ديال المكتسبات الذي تحقق. طبعا هناك في الشارع من يرفض كل شيء دائما، ولكن هناك فئات اللي اليوم نقدر نقول لك عبروا واحد العدد ديال الفئات عن رجوعهم واستعدادهم للرجوع للقسم بحكم هذه المكتسبات اللي أولا حافظنا كحركة نقابية عليها. نعم. وجئنا بمكتسبات جديدة، وجئنا بزيادة في الأجر اللي كانت حكرا في العقود السابقة فقط تتكون غير في الحوار المركزي. الآن الحوار القطاعي هذه زيادات خاصة بقطاع التعليم. نعم. وزيادات محفزة ومشجعة على الترقية العمودية والترقية الأفقية. نقدر نقول لك راه خارج السلم جاء أكثر من 200,000 أستاذ وأستاذة اللي يستفدوا منه. نقدر نقول لك بأن أساتذة الثانوي التأهيلي جزء كبير منهم يستفد من زيادة 3000 درهم شهريا صافي، وجزء آخر في 2000. نقدر نقول لك المساعدين التقنيين والإداريين اللي كنا تنقولوا بأنهم تعانيوا من الحقرة ومن ما كاينش كرامة استفدوا من زيادة 2000 درهم. إذا كاين مؤشرات واضحة على أن الملف المطلب للأسرة التعليمية قبط الطريق دياله. نعم. وغادي في إطار الحل طبعا بوجود حركة نقابية محاورة مناضلة ومواطنة ووجود حكومة لها رغبة في حل المشاكل. نعم. سيد درويش، ما الذي يجعل بعض نساء ورجال التعليم يرفضون الصيغة الحالية للاتفاق، وكيف يمكن تجاوز يعني كل هذه الخلافات والعودة بالجميع إلى مكانه الطبيعي؟ نحن في المرصد الوطني منظمة التربية والتكوين كنا اقترحنا قبل اليوم على وناشدنا الحكومة والسيد رئيس الحكومة ألا يتم إقصاء نقابة لها يعني أكثر تمثيلية يتوجه الديمقراطي، وهذا عيب شكلي في مسار الحوار. اليوم ونحن نسجل بإيجاب المجهود المالي الذي أقدمت عليه الحكومة في ظرف خاص. نعم. وفي ظرف دولي متقلب، نعتقد وهذا اقتراح خصوصا إذا ما استحضرنا أن الوزارة اليوم وزارة التربية الوطنية اتصلت بالكاتب العام للتوجه الديمقراطي للنقابة للجامعة وطلبت منه عقد اجتماع غدا مع السيد فوزي القجع الوزير المنتدب المالية الذي نحييه. نعم. بالمناسبة على دقة تدخلاته وسرعتها وتوقيتها رغم أنها جاءت متأخرة. نعم. عن ما حصل منذ أكثر من شهرين. نحن نقترح وهذه مناشدة كذلك، لا يجب أن نتعامل بمنطق الغالب والمغلوب أو بمنطق لي الذراع لهذه الجهة أو تلك. نحن نقترح أن يتم دعوة التوجه الديمقراطي النقابة وهي أكثر تمثيلية كذلك، ولتحضر معها ممثل عن التنسيقيات الثلاث، لأن هناك ثلاث تنسيقيات كبرى ممثل عنها أو ممثلين ويباشرون الحوار، والمغاربة يتقنون الحوار وحينما يتحاورون بصدق ومصداقية يصلون إلى النتائج. غير هذا أعتقد أننا سنعاني جميعا من، رغم أنه اليوم علمت أن مجموعة من الأساتذة لم ينفذوا الإضراب بين الساعتين وهذا مؤشر إيجابي، لكن رجاء وهذا نداء للسيد رئيس الحكومة، نداء للجنة الوزارية أن تفكر في صيغة لدعوة هذه النقابة. نعم. مع ممثلي التنسيقية الثلاث 6 الناس زائد الكاتب العام 7 الناس سيجدون الحلول لكل ما اختلفوا فيه، ولا أعتقد أن الجميع غير راضي على. نعم. مخرجات الحوار. نعم. أستاذ العمراني بوخوزة، أين تتجلى أهمية هذه الخطوة بتوقيع محضر اتفاق جديد في حل مختلف الملفات العالقة بين الحكومة والنقابات التعليمية؟ لأن دون شك أن هذه الملفات هي كانت ملفات عالقة، وأن ملفات ربما طال
زمن معالجتها لمدة طويلة، وهي كانت سبب في السابق كذلك في إضرابات عرفها القطاع منذ مدة. إذن فبالتالي التوقيع على هذا الاتفاق هو مؤشر إيجابي على أن هناك رغبة في خلق أجواء إيجابية. لماذا؟ لأن يتضح أن الوزير الواسع على القطاع يعي جيدا أن مشروعه لإصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يمر بالضرورة عبر وجود أجواء إيجابية داخل المدرسة العمومية، وهذه الأجواء الإيجابية يكون الطرف الأساسي فيها وهو الأستاذ، الذي ربما أن الوضع الحالي والحالة النفسية التي يوجد فيها أو يوجد عليها الآن لن تسمح له بأن ينخرط إيجابا في هذا الورش الكبير. لذلك فالتوقيع هو مؤشر إيجابي على تهيئ أجواء إيجابية للمضي قدما في ورش الإصلاح. هذا جانب. جانب آخر ربما أنه كان كان هناك انتظار، لأن لا يجب لا ننسى أننا أمام 800 مليون تلميذ مع أسرهم كانوا ينتظرون مخرجات الحوار، وهذه هذا الانتظار يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. يجب أن لا نقصي أن هناك طرف ثالث له قيمته ومكانته ويمكن أن يقوم بأدوار مهمة في هذا الجانب، وهو أولياء أباء وأولياء الأمور. التلاميذ الآن ربما وصلنا إلى وضعية قد لا يكون معها ممكنا أن تكون هذه الجمعيات التي تمثلها تبقى مكتوفة الأيدي، وبالتالي من الضروري أن تكون هذه الخطوة هي رسالة إيجابية لرجال ونساء التعليم، وكذلك أن يتم التفاعل معها إيجابا مع أولياء الأمور. إذن هذا الوضع الحالي أقول صراحة أننا لا يمكن أن نحقق جميع المطالب دفعة واحدة، لأن كما قال الأستاذ درويش بحكم تجربته السابقة يعلم جيدا أن سقف المطالب دائما يكون مرتفع وما تقدمه الحكومة يكون أقل، ولكن في آخر المطاف يكون هناك توافق. فمن بين الأمور الهامة جدا التي تحققت الآن هو أننا وصلنا إلى حد أدنى من التوافق حول كثير من الملفات الخاصة الفئوية. ثم الأمر الآخر يجب أن لا ننسى أننا أمام قطاع له خصوصيته، يجب أن لا يتم التعامل مع قطاع التربية والتكوين بنفس العقلية النقابية في القطاعات الأخرى، لأن الأمر الآن وربما هذا هو ما استحضرته النقابات المشاركة في الحوار، وهو أنها تعي جيدا أن الهدر المدرسي وأن الزمن المدرسي وأن ورش الإصلاح الذي انتظرناه سنتين للأسف الشديد. يجب أن لا ننسى أن الوزير الوسيع على القطاع جاء بمشروع للإصلاح، وهذا المشروع كان من المفروض أن يبدأ السنة الفارطة، ولكن استغرق الحوار سنتين، وهو أمر غير منطقي. لأننا أمام إكراه الوقت، إكراه الوقت في المدرسة المغربية وحاسم جدا. لذلك كما قلت أن هذه الرسالة كانت إيجابية ويجب سنواصل ضيوفنا الكرام بعد قليل. وبين شد وجذب تختلف الآراء عقب اتفاق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة يوم أمس. الأنظار تتجه صوب المؤسسات التعليمية وسط انتظارات لتدارك ما تم هدره من الزمن المدرسي، والهدف تغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ. الوضع الراهن استقيناه من مؤسسات مختلفة في المملكة في ربورتاج فردوس الحرش، أمين عموري، أنور الغماري ومحمد شكير. اتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، المستجد الأبرز في وضع التمدرس ببلادنا. مستجد يطرح معه وضع جديد بعدد من المؤسسات التعليمية، سير عادي للدروس وحجرات مملوءة في عدد من المدارس. بغينا الأساتذة ديالنا نشوفوهم ورجعوا لقرايتنا كما كانت، سوحشنا القرايه. ما رجعنا باش نقراو، وكنتمناو ترجع الامور كما كانت، وتوحشنا الاساتذة والاقسام ديالنا. كل شيء عادي هنا، لكن الابواب موصده في مدارس اخرى. التلاميذ اول المتاثرين بالوضع وتبعاته.
كاين الاضراب اليوم في النهار كتقرا الساعه الاولى والساعه الاخرى في الصباح وفي العشيه، وهاد السيمانه غنقراو فيها غير يومين صافي. فاش كانت ديجا الماط والعربيه والفرنسي كيجيو دائما، دونك ما خلاوش لنا داك الخصاص ديال بقاو ديما في الدار، يعني في النهار كنقراو هذيك ساعتين ثلاثه السوايع. حسب ممثلي النقابات، الاتفاق يشكل خطوه مهمه من اجل عوده الحياه الى المدارس العموميه وتمكين التلاميذ من حقهم في متابعه الدراسه. العوده الى حجرات الدرس امر طالما شغل بال اولياء الامور منذ بدايه الازمه. اليوم بين من لا يزال ينتظر عودة أبنائه إلى الأقسام وبين من عادوا إليها بالفعل تختلف الارتسامات. نبدأ الدراسة دوك يقرهم يومين في سيمانة، يقرهم اثنين والجمعة، وما بقيها عطلة سير الإضراب. الابتدائي والثانوي، عندي واحد في الثامنة وواحد في الثالثة. راه الوليدات كل شيء ضايعين، راه ضاعوا لينا وليداتنا كل شيء، راه الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي راه كل شيء ضايع. راه عندنا بنياتي هي في الاعدادي، ولكن راه كلهم قراو ساعه الصباح صافي وخرجوا. الاتفاقيه اللي كانت امس بين الوزاره والتنسيقيات والنقابات وهذه تبارك الله يعني عطات واحد الاكل ديالها، ودابا الحمد لله الدراري رجعوا للاقسام ديالهم. بين شد وجذب تفرقت اراء اباء واولياء التلاميذ. في المقابل مطالب أساسية تقاسمها نساء ورجال التعليم المضربون ومن اختاروا عدم ترك الأقسام. الهاجس الأكبر يبقى عدم هدر الوقت المدرسي والحد من الضرر الذي طال التلاميذ. كان هناك يعني واحد النقاش واضح بين الأطراف، استبشرنا خيرا الأمس بالاتفاق الموقع ما بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة حول تعديل تداس الأطر المالي. يعني هذه محطة أولى كما تم التصريح بذلك من محطات الحوار. بعد الاتفاق التاريخي ننتظر أن يعيد هذا الاتفاق العملية التعليمية إلى وضعها الطبيعي. الإضراب هو حق المشروع، احنا مارسنا قناعتنا أننا غلبنا المصلحة ديال التلميذ، لكن هذا لا يعني أننا ليست لدينا مطالب. نأمل من هذا الحوار أن تفرج الأزمة وأن يعود جميع الأساتذة إلى أقسامهم وأن لا يهدر الزمن المدرسي. بين مد وجزر لا تزال فصول هذه الأزمة تكتب، بين مطالب معلقة وحلول مقترحة. قادم الأيام سيكون فيصلا لا محال فيما سيؤول إليه مستقبل الموسم الدراسي الحالي. أعود إليكم أستاذ أنويغا، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح ماذا بعد اتفاق 10 دجنبر؟ كيف ستدبرون كنقابات الجولات المرتقبة في حواركم مع الحكومة؟ وإلى أي حد تطمحون في تحقيق المزيد من المكتسبات بالنسبة لرجال ونساء التعليم بكل فئاتها ومكوناتها؟ طبعا الحركة النقابية والنقابات التعليمية الأربع ذات التمثيلية التي شاركت في الحوار ووقعت على اتفاق 14 يناير 2023 تتناول الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته. نحن لسنا تنسيقيات اللي هي تعبيرات فئوية تعبر عن المطالب للفئة المعنية. النقابات تتناول الملف المطلبي في شموليته. طبعا بعد الأمس واللي كان عنده الجانب المتعلق بالشكل المالي، سننتقل إلى النظام الأساسي المجمد لتعديل كل المواد التي أثارت مشاكل داخل الساحة التعليمية. سنبدأ من المادة الأولى، وسيتم بمنهجية تشاركية كما كان في السابق بسط كل المواد وتعديلها تجويدها. سنتجه إلى المهام الخاصة بكل إطار، تدقيقها بالشكل الذي يصون الكرامة والذي يحتفظ لنساء ورجال التعليم بالإبداع في مجال عملهم. سننتقل لمجموعة من الفئات التعليمية، لأن النص القانوني هو الذي تتم فيه ترجمة الاتفاق لكي يكون الحل التطبيقي بعد ذلك. إذن هناك نصوص تحتاج منا نقاش، ولكن المدة الزمنية رها رسمت لن تتجاوز 15 يناير
باش هذا المرسوم يرجع عاوتاني للمجلس الحكومي من اجل المصادقه. اذا بالمنهجيه التشاركيه وبالصرخه ديال الشغيله التعليميه اللي خلاتنا نديروا واحد اللحظه ديال التامل، لحظه ديال التامل، لانها تستحق داخل هذا المجتمع وداخل بلادنا انها تكون منصفه وانها يكون واحد التحفيز. سنعود لمجموعه المواد، وحنا في النقابات الاربعه تنسقوا وضابطين هذه المواد هذه اللي غادي نذكروا فيها في جميع الجوانب اللي هذا الحراك انتبه ليها ونبه ليها. طبعا حنا كنقابات ما يمكننا الا نكونوا صوت مدافع على هذه الشغيله، ولكن بالمقابل نعتبر ان هناك مكتسبات جد متقدمه وان الملف المطلبي لن ينتهي، هو مستمر دائما. وفي النقابه ما كاينش ملف مطلبي اللي تناخذوه 100%. بما اننا نعتبر ان الامور متقدمه ندعو كما دعينا مناضلاتنا ومناضلينا مسؤولينا في اجهزتنا للعوده الى المدارس، ندعو عموم الشغيله التعليميه الى التفاعل الايجابي مع هذا النقاش النقابي الوزاري الحكومي. وشكرا. بالنسبه لكم سيد درويش، بعد اتفاق 10 دجنبر بكل مخرجاته بسياقه وبكل التفاعلات التي اعقبتها، اليوم يطرح السؤال العريض، اين مصلحه 8 ملايين تلميذه وتلميذ وكذلك مصلحه الاسره المغربيه ومستقبل الاجيال من كل هذا وذاك، وكيف يمكن تعويض الزمن المدرسي الضائع بالنسبه للتلاميذ؟ اعتقد وكما يقول العرب، تقول العرب رب ضارة نافعة، ما حصل في من احتجاجات وإضرابات لمدة تزيد عن شهرين فتح عيون الجميع من مسؤولين وأساتذة ومتتبعين ونقابات وغيرها أمام عيون واقع للتربية والتكوين، يعرف عدة نواقص وعدة مشاكل. أعتقد كذلك أن النقابات التعليمية هي الكفيلة بالتفاوض وبمحاولة وبالدفاع عن الشغيلة التعليمية بكل مستوياتها وبكل مجالات اشتغالها. وأتمنى نتمنى نحن في المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ألا نسمع مرة أخرى بالنقابات الأربع، وأن نسمع بالنقابات الخمس، وحدة العمل النقابي في صالح التلميذ وفي صالح التلميذة وفي صالح المنظومة. كذلك لنا ملتمس نوجهه مرة أخرى للسيد رئيس الحكومة وللجنة الحكومية بالتراجع عن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في 30 سنة. هذا ملتمس، لسنا نقابة ولكننا نتتبع الشأن العام من موقعنا المدني. رجاء ملتمسنا واضح، مراجعة السن 30 سنة. ثانيا، هذا ما حدث اليوم هو مدخل باب من أبواب إصلاح المنظومة. ما زالت هناك ملفات كبرى لم نطرح السؤال، لم نحاول اليوم الإجابة عن أي تعليم نريد لمغرب القرن 21. هناك مشكل في المناهج، هناك مشكل في البرامج، هناك مشكل في التعليم الأولي، هناك مشكل في مجموعة من المجالات التي ترتبط بالحياة المدرسية. لذلك لنا ملتمس للسيد رئيس الحكومة، ها نحن قلناه، لنا اقتراح باستدراك العودة النقابة التوجه الديمقراطي للحوار، وهذا في صالح المنظومة. ولنا كذلك مناشدة للسيدات والسادة الأساتذة، من غير المقبول اليوم بعد ما حصل على الاتفاق والاختلاف أن يظل ما يقارب 8 مليون خارج أسوار المدرسة وخارج الأقسام. ما ضاع من الزمن تقريبا 240 مليون ساعة ضاعت لأسرة التربية والتكوين في دورة تقريبا بكاملها، وهذا سيكون لها تأثير على السنوات الإشهادية وعلى البكالوريا وعلى التحاق تلاميذ المغاربة بالمؤسسات الدولية. لذلك هذه مناشدة من القلب بصدق. لا ما عندنا احنا لا موقع في اليوتيوب بغينا الجيمات، ما عندنا قواعد يصوتوا علينا، ما عندنا والو، عندنا نداء لكل مكونات أسرة التربية والتكوين. نعم. آخر سؤال للأستاذ العمراني بوخفزة، المغرب مقبل على رهانات كبيرة تخص
ورشة إصلاح التعليم، في نظركم كيف يمكن اليوم تجاوز كل الاختلافات لصالح المدرسة المغربية وإنجاح الإصلاح المنشود؟ ربما في الحقيقة ننسى أن الوزير الوصي على القطاع شاكي بن موسى كان رئيسا للجنة النموذج التلموي، وأن في خلال عمل اللجنة وقفنا، وأنا كان لي شرف أن أكون عضوا في هذه اللجنة، وقفنا على الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية بالخصوص، وبالتالي أنه يعي جيدا الإكراهات التي تعوق دون أن تحقق المدرسة العمومية المغربية ما كانت تحققه في السابق، لأننا لحسن حظنا أننا كنا خريجي المدرسة العمومية. إذن فبالتالي الآن له السيد الوزير له رؤية واضحة حول المداخل الأساسية لإصلاح هذه المنظومة، كذلك له القناعة، لأننا كنا نناقش في اللجنة هذه الأمور، واعتبرنا أن الموارد البشرية في القطاع يجب أن يعاد لها الاعتبار بشكل كافي. ولماذا؟ لأن ليس فقط من أجل الرجال ونساء التعليم، بل كذلك من أجل هدف مهم جدا، وهو كيف يمكن أن نستدرج في الحقيقة ونستقطب الكفاءات العليا في المغرب والكفاءات ذات المستوى العالي لكي تنخرط في مجال التكوين. لذلك فكان من اللازم أن تكون هناك تحفيزات، بالإضافة إلى المسار المتعلق بتكوين هؤلاء الخريجين فيما يسمى بمهن التعليم، بالمقابل كان من اللازم أن تكون هناك تحفيزات، والتحفيز لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأجر كأساس. إذن فكان المعطى، وربما من يعود إلى تقرير لجنة النموذج التلموي سيجد أننا كنا نوصي بضرورة إعادة النظر في الأجر المعتمد في هذه المنظومة. إذن فالآن هي فرصة صراحة من خلال مخرجات الحوار الذي تم، أنه تم الرفع من أجرة العاملين في هذا القطاع، أنها قد تستقطب في المستقبل خيرة الكفاءات الوطنية، لأن نلاحظ أن في الكثير من الأحيان أن أبناؤنا في الغالب يختارون الهندسة الطب. لماذا؟ لأن هي مفتاح النجاح في منظورهم، ولكن ربما من المفروض أن نجعل من الولوج إلى مجال التعليم هو عنوان النجاح، أن يلج الحاصل على البكالوريا لمدارس مهن التعليم، فهذا سيكون مكسب كبير جدا للمنظومة. إذن كما قال كذلك الأستاذ درويش، نحن يجب أن لا نختزل ورش الإصلاح في النظام الأساسي، هناك محطات أخرى مهمة جدا القطاع مقبل عليها في القريب العاجل، وتهم الأمور الأخرى. لذلك قلت فيما قبل أنه عيب صراحة أن يستغرق الحوار لإصلاح النظام الأساسي لمدة سنتين، في حين أن هناك نقاط أخرى مهمة جدا كذلك لا تقل أهمية لإصلاح هذه المنظومة لم نبدأ بعد. فعلا هناك مبادرة تتعلق بمدارس التميز والتي يجب أن نقف عندها، ولكن الإصلاح البيداغوجي وإصلاح برامج التعليم وإصلاح البنيات التحتية لمنظومة التعليم إلى غير ذلك، فهي أمور للأسف الشديد أننا لم نعطيها لحد الآن أهميتها، مع العلم أن الزمن يداهمنا، لأن هذا الورش هو مرتبط بهذه الحكومة، وهذه الحكومة مدتها هي 5 سنوات، فلا يمكن، لا يعقل أن تستغرق سنتين فقط في نقطة واحدة وهي المتعلقة بالنظام الأساسي، في حين أن المدرسة العمومية المغربية هي مدرسة يجب أن نراهن عليها، لأنها هي أساس التنمية وأساس المستقبل بالنسبة لمجموع الأسر المغربية، لأن إذا كنا ندافع عن الطبقة الشعبية فأبناء الطبقة الشعبية هم المتواجدون الآن في المدارس العمومية، وهم الذين الآن يعانون من هدر الزمن المدرسي الذي للأسف الشديد لم يكن. نعم، شكرا لكم الأستاذ محمد العمراني بوخبزة على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من مدينة طنجة. الشكر موصول كذلك لضيفينا محمد نويقة نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، السيد محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، شكرا جزيلا لكم. شكرا.